علي لوباني إذن ما زال صاحب الرقم القياسي في أكبر عائلة، هو من دار سريان قضاء بنت جبيل، اشترك معنا في حلقة بيت شباب. يا هل ترى في عين زحلتا اليوم رح نقدر نكسر هالرقم القياسي ونسجل رقم قياسي جديد؟ معنا المشارك الأول العم مسعود هيني زيدان رئيس البلوط ماتن. أهلا وسهلا بالعم مسعود. العم مسعود قديش العمر من غير شر؟ مواليد 32. مواليد 32 يعني عمرك 59 سنة. 59 سنة. العمر كله مش مبين عليك، مبين أصغر بالعمر. إيه لو مصرحنا ناخذ أكتر بناخذ أكتر كنا. يعني كتر كتر خير الله إذا مش مصرح لك تاخذ أكتر. وعندك 16 ولد ونانا والمرة 2 18. تفضلتوا إذا طيبين كلهم وموجودين، الله يعيشهم ويعطيهم أيام حلوة. إذا 16 ولد، خالد، طلال، سهيل، زهير، دلال، عاطف، عفاف، مهدي، ناجي، لينا، هادي، شادي، رأفت، أمال ورياض. رياض إيه رياض هذا آخر العنقود. بعد في نورة. نورة تجوزت. نورة مهي. طيب هودي هلأ لقطة سريعة على الكاميرا ونعطيهم للجنة التحكيمية من المعروف حنا، خلي يتأكدوا. إذن الأخ مسعود أو العم مسعود عنده 16 وهو والمدام صاروا 18 نفس. الله يقويك. وبعد في عندك استعداد؟ معلوم عندي استعداد. بعد لكن بعد عني خي بعد عني. مدامتك قد ايه عمرها؟ عمرها مولي 42، يعني فارق 10 سنين أنا وياها. أنا 32 هي 42، يعني عندها 48 سنة. إيه نعم. طيب يعطيك العافية والله قوي. خلي لنا هيك طول عمرك. ما بتلاقي صعوبة هيك تعيش؟ لا 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 ما في صعوبة شيء أبدا. لا صعوبة بتجيبه مش أنا مش عاتلين هم تبر. لا مش بالجالب، بالجالب وبالمعيشة بالجحتين ما في صعوبة. إن شاء الله. الله عظيم. الله يحفظك وخلي لي هيك. إن شاء الله تضل نعم ودايمة عليك وعلى عائلتك. طول عمرك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. طيب هلا راح نشوف كمان العائلة الثانية اللي موجودة معنا. العم الاسم الكريم؟ علي علامي. علي علامي، منين يا علي؟ بريح. بريح. اهلا وسهلا بعلي. علي عندك كم ولد؟ عندي 17. 17 واثنين 19. بس علي ما عنده اخراج قيد، عنده وثيقة مصدقة من المختار توفيق جابر. نعم جيسر. على كل حال بنقول الان بتعرف تعدي اولادك بدون ما اقراهم؟ تسلم لي. لا. قديش صار لك مجوز؟ صار لي كتير، صار لي شي 50. 50 سنة مجوز؟ واخر ولد امتى جبته؟ قديش كان عمرك يعني من ايمتك؟ قديش عمر الولد اهون هيك؟ اصغر ولد عندي هلق عمره 4 سنين. يعطيك العافية تسلم لي. 4 سنين لك ولك كيف حاط ايديه على خصره يعني مستعد الزلمة ممكن يكفي. خليك تعجبك. انا بديش تعجبني تسلم لي، بتعجب مرتك. طيب بس اسم الله يعني الجسم نحيف ورفيع، شو بتشتغل حضرتك؟ ملك. ملك. طيب الله يقويك. في مشكلة بالنسبة لتعيش العائلة وكذا؟ حط له الراعي، حط له الراعي. لا إن شاء الله بيضلوا بأيام حلوة. اعمل معروف حنا، عطينا الوثيقة يا حضرات أعضاء اللجنة. ما بعرف إذا بتقبلوها أو ما بتقبلوها. لجنة بتقرر هلا اذا الوثيقه مقبوله، لانه مفروض يكون عندنا اخراج قيد. طبعا وثيقه الكل يعني تصريح المختار طبعا يعمل به، بس المفروض نحن كان ناخذ وثيقه رسميه. انا عرفت امبارح بس واليوم الاحد في جيب ما عرف مؤخر، لذلك ما قدر جيب اخراج القيد. طب انت معقول تقعد بدون اخراج قيد بشكل عام يعني؟ من التدين. بدك تجيب اخراج قيد من التدين واليوم الدوائر مسكره. الدوائر مسكره. أنا ما عارفش قبل الوقت. بسيطة على كل حال. ما بعرف رأي اللجنة شو جورج؟ بما أنه ما في إخراج الأيد عادة بده يكون مصدق من دائرة النفوس مش من المختار. المختار لحاله ما بكفي، بدنا مثل ما بتعرف هلا إذا واحد بده يعمل باسبور نحن منا أشطر من الأمن العام، بده إخراج أيد العائلة وإخراج أيد الشخصي والتذكرة واثنين شهود وتصديق على الهيدا تتأكد إنه من دائرة النفوس. إذن اللجنة ترى إنه وثيقة الأخ غير مقبولة. فينا نعتبر تعادل، لكن معلش نعتبر تعادل. محبة وأخوة أهلا وسهلا فيكم.
ما زال الرقم القياسي إذن لعلي السيد علي عبد الحسين لوباني من بيت شباب، والخمسين ألف ليرة بنقسمهم بالنص. تفضل تفضل عم مسعود، هلا بتقسمهم أنت وياه 25,000 25,000، وإذا ما بدكم إياهم أنا باخذهم، ما في عندي مانع. إذن 25 مناصفة، أهلا وسهلا فيكم. والآن أحبائي المشاهدين مع وسام الأمير. قبل وسام الأمير قرب تشوف عجل عجل، جاي ركض جاي ركض. طيب أول شيء نشكر عم مسعود، أهلا وسهلا، شكرا. أنت بعد عندك استعداد تجيب أولاد ما تبوسني تقبرني.